طيب نجي للنقطة اللي بعدها اللي هي المعدات، قيمة المعدات، نقل المعدات، استيرادة، جمارك، تركيب والتشغيل، هذا كله معدات. يعني ليش أنا عم بربط هذول القصص ببعضها؟ لأنه هي كوتا وحدة، هي شغلة وحدة لازم تنحسب مع بعضها. يعني مثلا أنا بدي أشتري معدة من الصين تكلفني 50,000، حلو، تكلفني شحنة 10,000، وبيكلفني تركيبة 5,000، معناتها أنا ما بتكلفني 50,000، بتكلفني 65,000. أنا هيك لازم أحسبها. بس أنا فيني أشتري المعدة هاي نفسها من دولة قريبة مني ب70,000، طيب، وتكلفة التشغيل والتركيب بدها تجي الشركة تأخذ 5,000 كمان، صفى الصيني مثل الشركة اللي جنبي. طب أنا هون بقى بتخير كيفي، بدي أعرف إنه هذه الشركة كمان قديش رح تكلف شحنة ونقلة، وأحسب إذا الفرق 5,000 وأنا بعرف إنه هذا إيطالي وهذاك صيني، لا بأخذ إيطالي مثلاً، اللي هو ما رح يكون لهالدرجة، بس ممكن أنت تتخير تقول أنا الصيني رح يكلفني هيك، وكمان عشان يكون أنت مستعد. يعني تقول بقى المعدات في الصين حقها 40,000 دولار، طيب ماشي، المعدات في الصين حقها 40,000 دولار وشحنة وتركيبة وهدول الناس اللي بدهم يجوا يشغلوا لك إياها ممكن ياخذوا تكلفة، ممكن أنت تعمل شيء بديل عن هالحكي. يعني هن مثلا يعطوك كورس هنيك، تروح أنت وواحد من عمالك، اثنين من عمالك، تروح لهنيك تشوف هنيك يشغلوا لك إياها ويركبوا لك إياها قدامك مرتين ثلاث مرات، وانت لما تجي المعدات لعنا نحن نركبها ونوفر 7,000 دولار مثلا، اوكي ضن. يعني هذه القصص لازم تنحسب وكلها من ضمن منطقة المعدات، فانت بتتخذ قرار اصلا بالمعدات بناء على هالحسابات هاي. طيب هلا هيك بنكون نحن خلصنا الدراسه الانشائيه. هذه هي الانشاء، الانشائيه هي ايش؟ تكلفه الترخيص، تكلفه تجهيز الموقع، وتكلفه المعدات. هذا دراسه الانشاء، نحن شو بدنا يعني هلا تكلفه تجهيز الموقع ايش بيدخل فيها؟ كمان بيدخل فيها مثلا المكاتب، يعني المكاتب، يعني اذا استاجرت محل ما بدك تعمل فيه مكاتب للموظفين، المكاتب الموظفين ما بدهم كمبيوترات، ما بدهم معدات، ما بدهم طاولات، هذه كلها من تجهيز الموقع، اوكي، كلها من نفس الحساب. يعني بجوز انت عم تحسب تلاقي موقع فيه مكاتب ومجهزين وما احلاهم، فانت تحسب تقول اوف تكاليف تجهيز المكاتب انا راصد 3,000 مثلا عشان الموضوع، وهذا الموقع اغلى شوي بس فيه مكاتب فانا باخده. يعني هذه الحسابات كلها لازم تنحسب بطريقه صحيحه ومنطقيه. ننتقل للشيء الثالث. احنا هلا حكينا عن الدراسه الاوليه، حكينا عن الدراسه الانشائيه، هلا بدنا نحكي عن الدراسه التسويقيه. الدراسه التسويقيه رح تنقسم معي لقسمين. دراسه تسويقي اوليه، يعني انا بدي افهم بشكل اولي بالتسويق شو بدي اعمل، شو خطتي الاوليه بالتسويق. بجوز انا اجي اقول لك وقف انا في عندي ازمه بالتسويق هون في هذا البلد، في عندي مشكله، في عندي تنافس رهيب في الموضوع الفلاني، الماده هاي مطلوبه بس طريقه تسويقها نحن مكلفه جدا رح تكلفنا، او محتاجين مثلا يكون عندنا 100 سياره لنقدر نوزع هذا، ميزانيه تبع المشروع بتنط فورا نطه ما بنقدر نتحملها. يعني بجوز المشروع حلو والفكره والمنتج مطلوب، بس انت مضطر انه تفتح 5 فروع في نص السوق مشان تقدر بنيتك تسوق صح. فهذه نقطة مهمة، فلازم نحن نعمل شيء اسمه دراسة التسويق الأولية، فكرة التسويق كيف بدنا نسوق، يعني تقريبيا يعني شو خطة التسويق، يعني عجب كيف نعمل التسويق، مبادئ التسويق اللي راح نسويها. يعني الدراسة الأولية فينا ندرس شيء اسمه العرض والطلب، السعر والتكلفة وطريقة التسويق نفسها، كيف يعني أي استراتيجيات راح تعتمد، عرفت علي كيف؟ يعني نحن بدنا نجيب ناس ويزعونا، ولا نحن بدنا نعمل تسويق على الانترنت ويجوا الناس يشتروا من عنا، ولا نحن نفسنا بدنا نفتح فروع بيع نقاط ونبيع بالجملة والمفرق، كمان هاي فكرة، أو ممكن نطبق كل هالأفكار هاي. طيب هذه اسمها الدراسة التسويق الأولية. ننتقل على خطة التسويق. خطة التسويق هي بعد القرار تبع الموقع بتنعمل، يعني بعد ما أنت تكون حددت الموقع. خطة التسويق الأولية ممكن تتعاملها مع الدراسة الأولية، أول نقطة بتعمل كمان دراسة التسويق، هاي النقطتين بتعملوا أنت مع بعض. ليش ذكرتها بالأخير؟ لأنه هاي شيء بند لحاله، يعني شغلة لحالة خاصة في حالها. ودائما التسويق له حلول، له ابتكاريات، يعني شغلة ممكن أنت تلاقي لها فكرة، تلاقي لها قصة يعني. ودائما الشخص ما بيعجز، يعني قليل أنه تلاقي حل، أنه والله من 7 مستحيلات تقدر تحل الموضوع. بالرغم من ذلك في ناس، وانا شخصيا كمان بدرس الدراسه الاوليه للتسويق مع الدراسه الاوليه للمشروع. هلا ننتقل للخطه التسويق اللي هي بتتخذ بعد قرار الموقع، انه انت بدك تكون حسبت
حسبنا تكاليف تجهيز الموقع وحسبنا كل هالقصص في ايش الدراسه الانشائيه. فنحن بهذيك المرحله كون حطينا عيننا على موقع خلص، يعني انا كيف بدي احسب دراسه شو بدي اصرف على قلب الموقع اذا ما كنت انا محدد موقع اصلا؟ بعرف انا حالي انه خلص انا هذا الموقع حددته وهذا الموقع محتاج انه احط له كذا وكذا وكذا، فهمت علي كيف؟ انا خلص محدد انه انا بعرف انه هذا اللوكيشن اللي حاشتغل انا فيه، وهذا هو البناء اللي رقمه كذا طابق كذا، او مثلا الدكان او المعمل الفلاني، خلص انا هذا اللي راح استاجره. اوكي، فهون انا بقى بقدر بقى اشتغل على شيء اسمه خطه تسويقيه، لانه بالتسويق كمان بينحسب الموقع كثير مهم، يعني بناء على الموقع بدي احط انا تسويق، بدي اعمل تسويق قريب، تسويق مدري شو، تسويق محلي، تسويق بعيد المدن الاخرى، فبناء عليها انا بدي اعمل خطه تسويق. طبعا خطه التسويق هي شغله انا باخذ عليها اجر كثير كبير، يعني لاني ترى فيها جهد وفيها عمل، وكل مشروع له خطته وابتكاراته، يعني والتسويق دائما بده يكون فيه ابتكارات خاصه في المشروع، والا كثير صعب انه ينجح. فانا بشتغل فيها على نظامين، النظام اللي هو السيفن بي والفور سي، وهدول الانظمه لا اي واحد بيبحث عليها بالنت بيلاقيها، يعني مخترع ذري بس، ولكن في لها اساسيات وعمل ولازم خبره لواحد يعرف يشتغل عليها. طبعا هذه الخطه بدك خبير، يعني يا انت بدك تكون خبير تسويق، يا اما بدك تجيب خبير تسويق، او بدك تتفق مع شركه تسويق. ننتقل لها نقطه 4، دراسه التشغيل الميزانيه الدواره. هاي دراسه كثير ناس بتنساها، وللاسف بيقعوا في ازمه كثير كبيره لما ما بيحسبوها، او بالاحرى بيستهينوا فيها. وكثير من الناس بتقول لي حساب السوق ما بتوقع صندوق، حساب السوق ما بتوقع صندوق يا صديقي، لانه انت ما حسبت اصلا. يعني هو حاسب من هذا الحكي كله اللي حكيناه انه هو راح يشتري ماكينه مثلا ب 15000 دولار وراح يستاجر محل ب 5000، وفي كثير قصص منفكر فيها ولما بيجي بتفاجئ فيها، يعني مثلا بيقول لك اوف انا بدي ادفع حق رخصه مشان استورد، او ما له خبر بهالحكي، كان المفروض تسال قبل ما اني تكتب ده. هذه نقطه مهمه. فنحن في عندنا شيء اسمه تكاليف الاجار الشهري او السنوي او الاسبوعي، او ما بعرف انت، يعني من دوله لدوله بتختلف، بس لازم هي اسمها ميزانيه دواره، تعرف حالك انه انت في عندك ميزانيه تشغيليه للمشروع، ولازم تعرف انه يعني اوكي انت دفعت سنه، طيب السنه الجاي ايمتى بدك تدفع؟ كيف؟ من وين؟ هذه نقطه جدا مهمه. فانت من اول شهر لازم تبدا تلم مصاري مشان ينجمع معك المبلغ مشان تقدر السنه الجاي تدفع الاجار، هذا اذا كان سنوي. ولو شهري بدك تعرف انت شهريا قديش في عندك مدخول لازم تحطه مشان تعمل ميزانيتك صح. العماله قديش العماله لازم تبع على قصة من دوله لدوله، العماله بتكلف كثير امور، يعني العماله بتكلف اجار العامل مو بس راتبه، يعني خلينا نقول مو بس راتبه، يعني بتكلف مثلا الانشورانس اللي هو التامين الصحي بكلف، وليكن احيانا بتضطر انه تعمل نقل للعمال، ومو حل يعني انه تترك العمال انتم مشكلتكم ما بيعرف بيجي وكذا. اوكي العامل ما بفكر هيك، بفكر انه خلص انا لقيت فرصه عمل يلا بشتغل، بالصيف بيحسن يجي، بالشتاء بينزل ثلج او بينزل مطر او بيصير طين والطريق ما بقى بيزبط، او مواصلات بتصير صعبه، يكون هو عم يجي بالبسكليت او بيجي مثلا خلينا نقول بسكوتر، يعني ماشي بصير ما بقى بيحسن يجي، انت اللي بتقع في ازمه. لازم يكون حاسب حساباتك انه يا اما انت مكانك موقعك سهل والعمال فيهم يجوا بسهوله في النقل العام بسهوله، يعني مثلا، يا اما انت بده يكون عندك سيستم للنقل تعرف تنقل عمالك، يعني هذا الموضوع انت لازم تحله، مو لازم تتركه للعمال يلاقوا حل، يعني تمام. ليش؟ لانه العماله اذا صار عندك ازمه في نقل العماله انت عندك مشكله، يعني معملك رح يوقف لا سمح الله. طيب في عندنا مصاريف ثاني، يعني في عندك مصاريف كثير كبيره بياكلها المعمل، انت لازم تحسبها. مثلا بدك تقعد انت في خلينا نقول فواتير الكهرباء والمي والمدري ايش، في عندك هدر، في عندك اشياء بتنهدر، شغله بتنكسر، معده بتتغير، مثلا خلينا نقول ولكن معدات مكتبيه بدها تشغيل، الكمبيوتر خرب بده صيانه، او الكمبيوتر خرب بده تبديل، او خلينا نقول مثلا نحن على مستوى معمل مثلا، اوكي تحت انت في عندك مهدورات في المعمل تحت، وليكن هذا اللاصق، خلينا مثلا الكرتونات لما في لاصق، هذا هدر، هذا اشياء لازم انت تكون حاسبها ورصد لها ميزانيه محدده. انت بالبدايه بترصد تكتب قد ما فيك في هاي ميزانيه الهدر، انت بس تفتح كوتا اصلا لشيء اسمه ميزانيه هدر امورك بتنحل. فانت اول شهر بتمشي، ثاني شهر بيبين معك انه في شغلات جديده فبتكتبها بميزانيه الهدر، بكون لها كوتا محدده وبتنكتب.
مثلا تقول والله نحن كل سنه كل شهر عم تنكسر عنا مثلا شغله او عم تخرب، عادي يعني انه بيروح عمره يعني لهالقصه هي. ليه؟ لانه نحن كثير بنستعمل هاي القطعه، فنحن في عنا ميزانيه هدر بهذا الموضوع، او بنستعمل كثير اكياس، او بنستعمل كثير مثلا نحن بنلف القطعه اللي بنطلعها بنلفها بانواع من الكراتين، فبنضطر نشتري كراتين اضافيه هيك على شكل رول الكرتون مثلا. فهذا حقه فلوس لو كان مبلغ بسيط، بس لازم يبين انه وين راح. هاي نقطه جدا مهمه. اذا المصاريف، في عنا الضرائب. ضرائب هي القصه لازم تنحسب مع محاسب وبشكل تمام التمام، لانه الضرائب يعني الانسان ما بيحسب حسابها، بس انت ما بتستهين بشغله. احيانا في دول الضريبه فيها 20% 18 27، يعني انت شو بتحكي يعني؟ يعني المعمل نفسه بجوز ما يربح 37%، يعني هاي نقطه جدا مهمه لازم تحطه ببالك. فالضريبه لازم تنحسب بطريقه دقيقه، يعني انت عم تحكي عن اكثر من 3 ارباع ربحك ممكن يروح اذا بتغلط غلطه. هاي نقطه جدا مهمه لازم تحسب كثير منيح الضريبه كم، مشان تحسب تكلفه البيع وتكلفه النقل وتكاليف التشغيليه وتكاليف، انه انت لازم تعرف كثير منيح الضريبه وكيف بدك تمشيها وايمت بدك تدفعها بشكل صحيح. هذا كلياته من شيء اسمه الدراسه التشغيليه، لانه الضريبه مش مره بتندفع بشكل مستمر، ميزانيه دواره طول لازم تندفع. طيب في عندك الصيانه. ميزانيه الصيانه هي ميزانيه بحد ذاتها، لازم ينكتب اصلا عمر افتراضي لكل شغله. يعني انت في عندك شغله مثلا بالهدر اسمها طاولات المكاتب، طاوله المكتب هاي معروف انه هاي الطاوله بتعيش مثلا 3 سنين. بعد 3 سنين يا اما بينعمل لها صيانه يا اما بتنكب وبينشرها غيرها. الكمبيوتر هذا الكمبيوتر 4 سنين بيعيش، 5 سنين بيعيش، بعد 5 سنين خلص يا بينعمل له صيانه يا بينكب وبينشرها غيره. هاي شغله طبيعيه يعني بالبنوك بتشوفهم على طول بيغيروا الكمبيوترات بيغيروا كذا. ليش؟ لانه خيوب البنك تصور انه الكمبيوتر يضلوا يستعملوا لاخر شيء، بعدين يفقع فوتشون يخرب، ايه سيستم البنك بيوقف يعني مثلا ما راح يعرفوا يشتغلوا. فهن ما بيستنوا هذا الحكي، بيروحوا بيسالوا الشركه اللي اشتروا منها الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر عمره الافتراضي كم؟ بيقول لك والله هذا عمره نحن كافلينه لمده 2 سنين، وهو بيعيش تمام التمام لمده 4 سنين. فهن بيكتبوا عنده مثلا 3 سنين و9 شهور، 3 سنين يعني بيرجعوا شوي. ليه؟ مشان ما يوقعوا بازمه يعني. هاي نقطه جدا مهمه. وهذا الحكي انت بدك تكتب ليستا عن كل الموجودات في المعمل، من الماكينات للمعدات للرافعات لكل شيء موجود في المعمل، للطابعة البسيطة لأي أشياء بسيطة جدا، لحتى للطابعات للكمبيوترات لشغلات جدا بسيطة لازم تنكتب بهاي الليستة اللي هي من ليستة الهدر والصيانة. تمام؟ يعني أشياء يا بنعمل لها صيانة يا بنعمل لها تبديل. في ميزانية، في الميزانية الدوارة اسمها ميزانية التوسع. تمام؟ هاي الميزانية احيانا الواحد او التطوير، خلينا نسال التطوير والتوسع. احيانا انت مشان تشغيلك مشان شغلك يمشي محتاج انه تتوسع شوي، تكبر شوي، تغير قصة معينة. فهي ميزانية لازم تحطها عندك دائما، يعني بتحتاجها وبتحتاج انيتك تعتمد عليها بامور كتير مهمة لها علاقة في الادارة المستمرة. يعني مثلا انت كل سنة محتاج انه تعمل توسعة في المعمل، تعمل له قصة معينة، تفتح وليكن مكان زياده للتخزين. خلينا نقول مثلا انه انت مثلا حط في بالك انه انت بديت هلا تشتغل مستودعك بساع، خلينا نقول 50 طن، اوكي؟ بعد 6 شهور انت رح تجد مستودع 100 طن. طب من اي ميزانيه بدنا نعملها؟ هي اسمها ميزانيه التطوير والتوسع، وهذه ميزانيه دواره. يعني اصلا المعمل اللي ما بيكبر بيصغر، مثل الاسانسور، مثل الاليفيتر بالضبط. المعمل اللي ما بيكبر بيصغر، هذه شغلة طبيعية جدا، ما بصير المعمل يضل على حاله، ما في هيك شيء يعني. يعني أنا في حياتي ما شفت معمل يضل على حجمه، مستحيل. المعمل بيكبر، دائما المعمل بيكبر، ما بيضل على حجمه. يعني يعني إذا ما كبر بيتطور، يعني أنت بتشوف المعمل هو نفسه، بس في قلبه المعدات طوروه بشكل، زودوا الإنتاج، حسنوا الإنتاج، رفعوا كواليتي الإنتاج، يعني عملوا شيء. هذا القصد اللي أنا عم بقصده. يا بيتطور يا بيتوسع. فهي ميزانية لازم تنعمل. وهيك نحن بنكون خلصنا شيء اسمه الميزانية الدوارة. الميزانية الدوارة حكينا عن الأجار الشهري، العمال، المصاريف، المهدورات، الضرائب، الصيانة والهدر، هي مع بعضها خلينا نقول، والتوسعة والتطوير. تمام؟ إذا بننتقل هلأ، هيك خلصنا 4 نقاط أساسية: الدراسة الأولية، الدراسة الإنشائية، تكلفة شو اسمها، دراسة التسويق في شقينا، وآخر شيء دراسة
التشغيل والميزانيه الدواره. هلا ضلينا على اخر شغله لازم نعملها قبل ما نفتح المعمل اللي هي دراسه الجدوى. خليني اشرح لكم شو يعني دراسه جدوى. دراسه جدوى انه بدنا نفهم نحن هالمشروع مجدي ولا لا. هالمشروع هذا هي اول نقطه انه هو مجدي ولا لا، يعني انه مجدي انا اوفر، يعني مجدي انا احط 100,000 دولار بريسك مثلا ويجيب لي مثلا 20,000 بالشهر، هذا حكي مجدي او بالسنه مثلا. طيب بنحسب كمان نسبه الريسك، فهو اصلا هو ميزان موضوع الجدول، الجدوى تبع المشروع، انه انا بدي افهم حجم الريسك وصنفه، في ريسك عالي وفي ريسك متوسط وفي ريسك متدني، تمام؟ طيب انا بدي احسب حجم الريسك مقارنه بحجم راس المال، مقارنه كمان بحجم العائد الاستثماري اللي راح يجيني. يعني انا مثلا خلينا نضرب لكم هيك مثال سريع عشان تفهموا علي. اذا انا بدي جمد 100,000 دولار كرمال اجره ب 5,000 دولار بريسك متدني، ما في ريسك، يعني مثلا اشتريت انا بيت حقه 100,000 دولار وانا بدي اجره بشكل سنوي انه يرجع لي حق البيت بعشر سنين، العمل هذا ربح كثير قليل، يعني العائد السنوي يعني كله يطلع على بعضه مثلا 5% ولا 7%، يعني لحد 10% يعني كثير كويس يعتبر، تمام؟ مع انه انا بدي يرجع لي راس المال بعشر سنين. طب اوكي منيح، يعني انا بشوف انه منيح. ليه؟ لانه بلا مؤاخذة البيت مش راح يعفن، وهذا استثمار يعني فيك تبيع البيت وترجع راس مال كثير كبير، يعني ممكن انت تربح حتى، واذا ما ربحت ترجع راس مالك نفسه، واذا يا سيدي ما رجعت راس مالك ترجع 90% من راس مالك، فهذا ريسك متدني جدا ما في مخاطره مثلا. اما الريسك المتوسط مثلا انا بدي اعمل شغله اذا طلعت منها برجع اكبر قدر ممكن من راس المال، يعني مثلا مشروع تجاري، انه مثلا انا بدي اشتري بضاعه وتنباع معي سخن سخن، وليكن وساطه تجاريه، او انا بدي افتح مكتب مثلا يكلفني مبلغ قليل وفيني اذا طلعت منه استرد اكبر قدر ممكن من راس المال، او اصلا فتح المشروع براس مال بسيط، يعني مثلا انا والله بدي خاطر ب 4-5,000 دولار مشان اشتغل بعائد استثماري ممكن يكون هال 4-5,000 دولار اطلعها بالشهر، فهون بقاني عائد متوسط، يعني انه الخساره او خلينا نقول نسبه الريسك مقارنه بالربح مقارنه بالمخاطره براس المال يعني مقبوله، فهنا سوينا نحن ايش؟ متوسط. الريسك العالي انه مثلا انا بدي خاطر ب 100,000 دولار كرمال يجيني 50,000 او 30,000، بس بالمقابل انا ممكن اخسر كل هذا المبلغ ويروح كله واربح ولا ليره، وهو مشكله كبيره. يعني اعطيكم مثال، واحد بده يفتح مثلا كافيتيريا يدفع على التجهيزات تبعها 100,000 وهي بدها تربح له بالشهر خلينا نقول بالسنه مثلا 50,000 دولار. هلا هي الفكره من حيث المبدا مقبوله، انه هو رح يدفع 100,000 ويرجع بسنه، يعني بسنتين يرجع راس ماله، بعدين كل سنه 50,000 50,000، اوه تمام، يعني باربع سنين بيطلع راس ماله وضعف راس المال كمان، ممتاز. بس ولكن نسبه الريسك عاليه جدا، لانه فرضا ما نجحت هاي الكافيتيريا، ايش راح يصير؟ هاي تجهيزات شو بده يسوي فيها؟ بكبها يعني بلا مؤاخذه، يعني ديكوريشن انت عملته لكافيتيريا مو لك، فانت رح تطلع بثيابك وتخسرت ال 100,000 كلها. فهون نحن هذه في دراسه الجدوى شو بنسوي؟ بنحسب حجم الريسك، انه هو من هدول الريسكات، يعني انا بدي افهم لما انا بطلع من المشروع قديش راح اقدر استعيد من راس المال اللي حطيته، هذه نقطه مهمه، زائد بدي قارنه بنسبه الربح، زائد بدي قارنه براس المال اللي انا جمدته بهذا المشروع. عرفت علي كيف؟ يعني اذا راس المال كبير مانو راس مال بسيط، فهمت علي كيف؟ هذا الشيء لازم يتوازن بهدول النقاط الثلاثه. فنحن دراسه جدوى هذا اللي عم نحاول نسويه مشان نحط صاحب العمل بالصوره. عرفت علي كيف؟ طبعا العائد الاستثماري يعني الربح، يعني نحن قديش رح نربح، نسبه الربح كيف تنحسب، قديش رح نصرف مصاريف. طبعا نحن بهذا الحكي كلمه عائد استثماري بنقصد فيها الربح الصافي، انتبهوا هي نقطه مهمه. ولما نحن بنكون حسبنا الربح الصافي بنكون حسبنا اصلا المبيعات وحسبنا الربح وحسبنا ربح الصندوق وحسبنا نسبه الضرائب ونسبه المصروفات وكل شيء بيكون حسب، خلص يعني لا يطلع معك شيء اسمه ربح صافي، انه خلص هذا اللي بيتوزع على الشركاء يعني. فهيك بنكون نحن درسنا شيء اسمه الربح والعائد الاستثماري والريسك وراس المال اللي حط فيه مخاطره. وهيك بعد ما نعرف كل هالحكي ونشوف النيتو اوكي، نبدأ آخر خطوة اللي هي نبدأ بالمشروع إن شاء الله. شفناكم على خير، طولت عليكم، لكن الشرح تبع هذا الموضوع كان مضطر بهاي الطريقة،
انا راح احاول انزل هذا الحكي على حلقتين مشان ما تملوا. شكرا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.